تجهز نفسك للدراسة. اولا ازاي تجهز نفسك للدراسة؟ اولا احنا هنحتاج شنطة زي دي، كل شنطة كده فيها كذا سوست. اهم حاجة السوستة الاولى دي او عامة السوستين دول هنجيب فيها الاقلام. الاقلام بقى تبقى مكونة من قلم رصاص وقلم جاف واستيكا ومسطره ومقلمه والاكاسيو موبايل عشان تعمل ستوري هناك في المدرسه. روش، اوعى تنسى السندوتشات، اهم حاجه السندوتشات عشان لما تجوع لازم برضه لازم تجيب العصير، لازم تجيب الكشاكيل. ورق عربي، عربي باين ولا اجنبي انجليزي؟ عامه تجيب كشاكيل، كراريس، كتب، كذا حاجه. اسمعوا كده، ايه احنا معلم قلنا اول يوم، اول يوم اول يوم بيبقى مفيش حاجه اصلا، يبقى الشنطه وكل الكلام اللي انا قلته ده ارميه، وخد معاك موبايل، وخد معاك فلوس اهم حاجه عشان تجيب عصاير وتظبط نفسك وتظبط ده. ناس ياخد معاه ستاند عشان يصور فلوج، ممكن والله فكره. واتساب اول يوم اصلا ما بتاخدش اي حاجه، فتروح ليه اساسا؟ انت ممكن تنام اليوم ده وتريح مخك وتريح الجمجمه من الدراسه اصلا. فكره جحده. او ممكن تنام على السرير. ايه ده جحده فشخ. واول اسبوع دراسه لازم تقعد تعمل كراريس، تجيب سكتشات، تعمل حوارات. اوعى تنسى الجلاد يا صاحبي. ببص اقول لك الحاجه، انت ممكن اساسا تنام اول اسبوع وتاني اسبوع تصحى تروح، واقول لك تاني اسبوع بعد ممكن تنام، وتالت اسبوع ممكن تصحى تروح. لا بعد احنا كده انا بقى على 100 ترم. في ايه يا كابتن؟ مش عارف طبعا. انا سبت اخويا يتكلم شويه عشان يعني هو قال لي انا عندي موهبه وعايز يطلعها للجمهور وللناس، فخليته كات. طبعا اول ما الدراسه تبدا لازم يكون يعني تكون انت متاهب طبعا يعني نفسيا، هما بيقولوها كده بس ما اعرفش بتتقال ازاي، بس هي حاجه زي كده. المهم لازم تكون يعني انت فرحان ان الدراسه داخله، وده طبعا شيء ما بيحصلش عندنا في مصر. لا بس عادي يعني، في ناس بتعشق الدراسه وبتقول اي لاف يو دراسه. واهم حاجه ما تجيش تقول قدام واحد صاحبك دراسه يقول لك انت عيل جاهل، لازم تقول له سكول. ايه سكول؟ اوه يو سكول. ايه ياسر. احنا بس بنحب نظرك في الفيديوز. اوه عامة يعني بتلاقي كده اسامي غريبة ما بين صحابك، تلاقي مثلا واحد اسمه عطوة مطوة، ده مثلا ده تلاقيه البلطجي بتاعكم في الفصل. تلاقي مثلا واحد اسمه ايه ما تيجي تساعدني يا اسطى، مثلا ايه حماده اوطة، ده مثلا اللي هو بيتعسر على طول في الفصل ده، اللي هو اي خناقه يجي يتضرب ده. يعني بتلاقي كده اسامي غريبه يعني ايه، عشان يقدروا يمشوا طول السنه ويمشوا طول السنه صح، اللي هو ايه انا بقول ايه. وعارف انا تعليقاتكم الشقيه دي اللي بلاقيها في اي فلوجز او اي فيديو عن دراسه، اللي ما بيحبش الدراسه يحط لايك، وتلاقي بقى الحاجه جايبه 50 لا تلاقي جايبة 500 لايك، او تلاقي جايبة 200 لايك، بتعلى جامد جدا. وهتستغربها تقول له ايه ده انت صوتك اتغير ليه، وفين الشاشة مش لاقينك في الشاشة ليه، عشان الكاميرا علقت فجأة وحصل ظروف. فعادي بقى معلش، شوفكوا الفيديو الجاي بقى، متنساش تعمل لايك واشترك للقناة. وبس كده، كان معكم اي بي فيديو، سلام. وقبل ما تقفل الفيديو متنساش تشوف كل الفلوجات اللي على القناة، فلوجات هي تطلع على الشاشة، فلوجات هتعجبك جدا جدا جدا. وبس كده، متنساش تفعل زر الجرس وسلام.